مؤتمر دار الإفتاء العالمي عقد تحت عنوان التكوين العلمي والتأهيل الإفتائي لأئمة المساجد للأقليات المسلمة بحضور الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وعدد من الوزراء والسفراء والعلماء من كافة أنحاء العالم الإسلامي من أجل مواجهة ظاهرة الإسلاموفوبيا التي تتزايد بسبب الممارسات غير المسؤولة للبعض. أقولها بصراحة، هناك أجنتات للشيعة، أجنتات للسلفية، أجنتات للإخوان، أجنتات للإرهابيين، بتستقطب البسطاء والعوام من الناس، فكان ولا بد من ضبط بوصلة الإفتاء ورد الإفتاء إلى المتضلعين بالعلوم الفقهية وغل أيدي المتطفلين الفاقدين، أو على الأقل تخفيف مثلا المذهبية والطائفية في الإفتاء. كما يقال في البداية كانت الكلمة، فنحن الآن يجب أن نتعلم كيف نبشر بالكلمات ولا ننفر بها، فبشروا ولا تنفروا. المحصلة الحقيقية لمواجهة كل هذه الأمور هو أن يكون الناس وعوا بأحكام دينهم وبثقافتهم حتى يصدروا ويميزوا الغث من السمين ويميزوا الصواب من الباطل. هذا المؤتمر خطوة مهمة للغاية، تحتاج إلى الكثير من الخطوات بالتوازي معه وفي المستقبل، خطوات تتعلق بإيصال نتاج هذه المؤتمرات إلى أرض الواقع وتحويلها إلى حياة نعيشها وإلى فهم لمعنى الثقة بالمرجعية، مرجعية المفتين المعتمدين، كما ذكر فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر في كلمته التاريخية اليوم. مصر استضافت عدد كبير وما زالوا يدرسون وأغلبهم تخرجوا من الكليات والجامعات ودافعوا عن الدكتورات، واليوم نحن كشعب شيشاني نستفيد منهم، هم يشتغلون في دار الإفتاء، هم يشتغلون في الجامعات الإسلامية والمعاهد الدينية عندنا في الأزهر، وتربينا من العلماء الأزهر بالأخلاق الرقي وبالوسطياته وفي منهج هذا ومنهج الأزهر شيء، ونأخذ من أزهر الشريف أيضا. الأزهر يعلمنا بأخلاقه السماحة الوسطية في الدين، وليس المتشددين ولا المتطرفين ولا الإرهابيين.